خليها في الكنكة ما تفرغهاش. سادة مشكلة؟ أيوة يا سعادة الباشا. عاد روح أنت روح روح. بقالك كم يوم في الشقة دي؟ امبارح بس. شقة كويسة. أنا عرفتها على طول بالعنوان اللي بعتهولي. وسبت لوكها ليه؟ كانت غالية يا بابا. بكام؟ 5 جنيه. ودي؟ 3.5. يا سلام، بقى تعزل وتكركب عشان توفر 1.5 جنيه؟ أعمل إيه يا بابا؟ الميزانية مخسعة شوية. والشقة دي أحسن كمان، في حتة كويسة وهادية. طيب ما نديلك قرشين؟ لا متشكر. ولو بصفة سلفة؟ يا بابا دي خطة رسمناها سوا وأنا بنفذها بكل ارتياح. أيوة يعني، لكن ما تضيقهاش على روحك قوي كده. إذا كانت ما هيش 15 جنيه كلها، مش لازم أعيش فيها؟ وهو البركة فيك، دفعات للملابس وخيرات البلد ما بتتقطعش. يعني مبسوط أنت كده؟ مبسوط أوي. طيب وآخرتي؟ أفضل كده لحد ما أتمرن على الحياة. معاك حق يا، معاك حق. أنا كمان ربيت نفسي كده. أبويا الله يرحمه عودني أعتمد على نفسي. أمال هنعمل زي ولاد الزواج بتوع اليوم اللي الواحد منهم ما يعرفش يشتري الروح وبدلي؟ لا، الشغل شغل، الشهادات من غير مرجلة ما تسواش بصلي. بتبص في الساعة ليه؟ بس فاضل ربع ساعة. إيه؟ وإزاي شغلك في البنك؟ عال الحمد لله. طيب يا ابني ما تاخد قرشين ينفعوك. متشكر يا بابا. على الأقل عشوة البارح وفطورة النهاردة خبطتين في الراس توجع. كله من خيرك. ولا عملت حاجة؟ أنت راضي تاخد حاجة من أبوك؟ يا أخي نهايته أهو كله لكم. أنا مرجع من البنك الساعة 1 تقريبا، مش هلقاك هنا؟ لا، أنا من هنا على عابدين أكتب اسمي في دفتر التشريفة ومن هناك على البلد طوال. طب مع السلامة. أستأذن أنا بقى. الله يفتح عليك يا ابني ويزيدك عقل وكمال.